جو انا التربية انجليش، انا تربية انجليش واللغة تمام الحمد لله. فايه بقى الفرص الشغل اللي انا شغل ده؟ بسم الله الرحمن الرحيم تشتغل كول سنتر بسبعة وثمانية، ده دي اقل شغلانة، اقل شغل في اليو كي، وان شاء الله وتسافري، سافري كندا او الامريكي. 16 ادوس في حوار اني اكلم بنات وكده، ولا عشان الواحد حاسس انه مش طبيعي وسط اصحابه يا صاحبي؟ الحريم شايل دي مقياس ان انت راجل، والله العظيم، والله العظيم ثلاثة لا الجنس مقياس ان انت راجل، خد الكلام ده انا متأكد منه. عمر ما الجنس كان مقياس ان انت راجل، عمر الفلوس ما كانت مقياس ان انت راجل، عمر الشكل ما كانت مقياس ان انت راجل. انت مش مطلوب منك تبقى حلو اصلا، انت راجل، مطلوب منك تبقى بني ادم ذو خلق، معاك فلوس، بني ادم محترم، بني ادم ابن ناس، بني ادم ما تضربش واحده، ما تشتمش واحده، ما تهنش واحده، ما تقلش ادبك على واحده، ما تنمرش على واحده، ما تنمرش على صحابك، ما تطلعش واحده المسرح وتقعد تتريق عليه في وسط الناس. ده المطلوب منك، ده مقياس الرجوله، مش بتطويل الشعر والله العظيم ولا بحلق. على فكره انا لو سافرت بره هتلاقيني رحت رازع حلق في ودني، هيتقول عليك ماشي سلام على امك. انت اللي بتقول عليا انت كده، انا عارف انت بتعمل ايه مع اي واحده، انا عارف انت بتروح تعمل ايه وتجري. هو ده مقياس الرجوله. اوعى تفتكر مقياس الرجوله هو حلق ولا شعر طويل ولا لبس ضيق ولا لبس مقطع. يا عم دول ما يعرفوش حاجه عن الرجوله، دول مش عارفين ان الرجوله هي في النص التحتاني ده. بس ده مهم، مش بقول ان هو مش مهم، مش بقول ان انت ما ارميه، لا، بس مش هو ده مقياسك في الحياه. يعني انا مش عايش الحياه عشان اعرف ناس كتيره ما بتقومش من على كراسي عادي، يعني مش عايز منك حاجه. فاهمين؟ اه والله يا وليه انت اللي فاهماني. ازيك يا كريستين؟ انت امك صاحبتي كاتبه كتابها وفي مشاكل، ولا عايز يطلق ولا عايز يكمل، ترفع قضيه ولا ايه؟ هي زهقانه قوي. مش عارف اصل دي ايه، ورقه من نص كتاب. واحد بيقول كل المسيحيين اغنياء، هل الكلام ده حقيقي؟ حقيقي يا عم، حقيقي يا عم. لا طبعا، لا طبعا يا باشا، في بلاوي. بص اقول لك على حاجه، صلي على النبي، لا في مسيحيين اغنياء ولا في مسلمين اغنياء، احنا عايشين كده في الهلهلي يعني. ماشي، المسيحيين عشان هم قليلين، هم 10 مثلا، فتلاقي فيهم واحد اسمه نجيب ساويرس فهو ملياردير، فهيبان لك ان المسيحيين كلهم. روح يا باشا حته اسمها ام بيومي في القاهره، روح يا باشا حته اسمها الصحابه في الشرقيه، روح يا باشا حته في الزقازيق اسمها لف شويه بس مع الناس اللي بتلف على الملاجئ، سيبك بس من الجمعيات، سيبك بس من الناس دي، روح يا باشا كده انزل مكان شعبي. شعبي انا هقول على حاجه مش عارف، مش حابب ان هي تتسجل يعني، بس هقول لك ارجوك ما تسجلهاش وما تنزلهاش على النت. طب انا بقولها ليه على النت؟ والله صح، عندك حق. ايه رايك في كتاب شمس المعارف؟ ما فيش حاجه اسمها كتاب شمس المعارف. يجو كلم باظ فيديو، والله العظيم وحش بنت كلاب. لا قولي اللي حاجه اللي انت كنت هتقولها وحياة ابوك. ماشي قول اللي انت كنت هتقوله. حاضر جو، انا عندي 15 سنه مش عارف اعمل ايه في حياتي. انا اسف ان انت تايه، انا اسف جدا لان دي حاجه صعبه قوي. انا بحب التصوير الالكتروني ونفسي اتعلمه، ممكن نصايح على اليوتيوب؟ في انت تعرف ان انت ممكن تنقل كتب من مكان لمكان، يعني بي دي اف لينك كده تحطه من هنا لهنا تكسب فلوس، والله العظيم في كتب مجانيه. طب اكتب كده على جوجل كتب مجانيه فور فري، ملهاش حقوق، ملهاش حقوق، يعني انت خد الكتب دي وارفعها على درايف، وارفع الدرايف ده على امازون، والامازون يشتري بيعه ب 1 دولار، جالك 1 دولار اديك رميته خلاص. بحترم صراحتك. الله يستورك. جو حياة أمك، رد على الناس حاضر. جو قال لي كل الكلام اللي يهين كل الشكل والوزن والتنمر وكل كتير وكلام مش عارفة أتخطاه. أنا عندي 13، يا دين أهل، أنت 13 سنة وتقال لي كل ده؟ عشان كده أنت مكانك هنا. الناس خد بالك من الناس اللي بتعمل فيديوهات. واحد قال لي شوف يا عم الناس اللي بتعمل لك فيديوهات وبتاع مش عارف، الناس دي فاضية وبتاع. أنا عايز أقول لك على حاجة، سيبك مني وسيبك من الفيديوهات اللي بتعمل لي وبتاع، اقسم بالله ما في واحد من دول ما وراهوش كوارث 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 كوارث، وتلاقي سنه قد كده وكوارث، يقول لك انا حصل فيا. يعني انا واحد اتكلمت معاه، واحد بيحبني قوي بيعمل لي فيديوهات وبتاع مش عارف، دخلت كلمته وقلت له شكرا اللي انت بتعمله والله وانا بحبك قوي، ما تعبش نفسك واعمل لنفسك. قال لي ده انا نفسي ترد عليا، طب تعالى راح
قاتن جات وقطع في نفسه ومصايب، وابوه كان بيعمل مصايب مع جيرانه، وجيرانه كانوا بيعملوا مصايب، والواد اترمى في الشارع واتنام كده تحت كباري واكل من الزباله فضايح. اقعد افتكر الناس دي، ابننا دماغه بتنور الله اكبر. قول كنت هتقول ايه؟ انا نسيت كنت بقول ايه، نسيت والله. والله نسيت. اخوك الصغير لسه بيسافر مش عارف، بعتلك كتير، اسمي يوسف، معلش انا اسف. ايه احساسك وانت مش بتحس باي طعم من الاكل؟ انت بتضحك ليه يا زياد؟ اي حاجه زياد، اي حاجه يا اسطى، عادي عادي. انا باكل يعني، باكل التورته عشان صعبان عليا، عشان اطفس بس مش اكتر. كم قصه سلمى بتاعت النادي يا عم؟ لا يا عم فيها فضايح، الواد لو جبت اسمه هيفلقنه نصين. عمرك وثقت في حد من اصحابك وغزلك؟ اه طبعا 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 طبعا، ربنا الواحد بيرتاح معاك. قلبي يا بنت هدير، ازيك يا هدير، ازيك وازاي امك؟ ده بأس بالوحدة إن كان الجميع يؤذي قلبك، صح. أنا بقيت ساكت وسط أصحابي. يا دي أنتوا كلكم يعني 1100 عندهم مشاكل، 1100 كلهم مكتئبين، والله العظيم الله يستركم، أنتوا كلكم كده، مفيش حد قاعد هنا مفرفش كده. عشان كده بقول لك والله العظيم أنت مكانك هنا أنا عارف. تعمل ايه مع الناس اللي بيشتموك على الفيس وعلى النت وعلى التيك توك؟ انا ما بشتم يا باشا، انا ما بردش. بلاقي الناس، انا بخش على الفيديو، على مثلا حد يقول لي في شخص بيشتم، اخش الاقي الواد متان مشتوم ومطلع امه. انا دخلت الواحد بتقول يا عم خلاص كفايه كفايه والله، ده الواد تلاقيه شتم، والعيال تقفل الكومنتات وتقفل الفيديوهات ويمشي بالتيك توك، يقفلوه والله العظيم، يفضلوا وراه لغايه ما يزهقوا امه. انا اتشتمت مرتين ثلاثه، والمرتين ثلاثه الناس زعلت زعلت يعني، وتلاقي ولاد وبنات وبتاع، والالطف ان انت تراقي ولاد بتدافع عنك يعني مش بنت. يا جو عمرك وثقت في حد من اه ما انا قلته ده اول يومين دول من اقرب حد ليا. والله يا رمضة ده الطبيعي، ابننا قمرك في كل، الله يسترك، حبيتك في الله اول مره اشوفك، والله العظيم انت قلبي يا دي، انت يا دي حسام يا حبيبي يا دي حسام، عشان بنحبك هتفضل نفسيتنا. الله يسترك، في فوق بورصه فوق، بودة هتوحشني يا بودة. مش عايز اقول لك بروك يا بودة. هو انت اسمك جو ولا يوسف؟ يا ولية اسمي جو. انت اكتر حد بيعرف يعبر عن كل الكلام اللي عايز اقوله. معلش يا منى، ازيك يا نادين؟ معلش يا منى والله، يا عبد الله السلامة يا نادين. انت ليه ما سافرتش مع باباك وكده؟ والله اشرف، والله اشرف، حت ابويا اشرف وحت امك وامي. ابويا ما يرضاش للاسف، ابويا ما كانش بيرضى، ابويا عارف ان انا لو خرجت بره باب المطار فلا مش هرجع تاني، فهو كان رافض الفكره. وانت تسافر ليه وانت انت على وضعك؟ والله العظيم يا ولية انت قلبي، انت قلبي ولية. ايه رايك في كتاب اكستاسي؟ آه كتاب لطيف، بس يعني انا عايزك تقرا كتب تديك معرفه مش جمل يعني. جمل انا ممكن اقول لك جمل يعني، الوحده احسن صديق، ها يلا خد الجمله. الوحده احسن صديق قوي. الوحده من غيرها ملناش حبيب قوي قوي. يلا اشحن كتاب حلو 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 وجميل والله العظيم، انا قريته، بس انا عايزك تاخد بقى نوعيه الكتب اللي بتنمي العقول. هتقول ايه هي؟ ما اقول لك بقى. عشان كل واحد حسب من دماغه. لما يجي عيد ميلادك كلنا ولا لا؟ لا يا ست والله كفايه كفايه اللي بيه ده، انا بقول لك جالي قصب يعني، هيجي لي تاني يا جو. انا لو كنت من قرايبك كنت جيت قعدت معاك تحت البلاوي. يا لهوي، خد يا دي قلبي يا دي محمد، دي انا بحبك يا دي يا اختي. اكتب الكومنت تاني يا دي محمد عشان حبيبي. قول لي معلش عشان انا زعلانه، او الكومنت ده يبان ان هو هزار بس هو وحش قوي، انا اسف لك والله. معلش دي ما بتغطيش اي مشاعر حاجة، لا والله. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد عبده ورسوله. أنا أنا مفرفشة يا جو، ده كدب. أنت كدابة. ممكن تقول اسمي؟ إزيك يا محمد؟ عملت تستلم يا عم، مفيش فايدة يا عم، قول أي حاجة تنمي العقل. اتفرج على الفيديوهات النفسية اللي أنا بعملها، لأن دي خلاصة اللي أنا بقراه والله العظيم.
مش عشان انا، لا انا دايما بعمل اهتم بالفيديوهات النفسية، اهتم بيها قوي، اهتم ازاي تكون عصبي، ازاي تخلص من عصبيتك، افهم ان العصبية هتقلل منك، افهم ان انت مش مطلوب منك انت تمد ايدك على واحدة، ان انت لان ربنا خلقنا بيولوجي انا اقوى منك، فانا مش مستاهل ان انا اثبت لك ده، يعني مش مستاهل اديك بالقلم عشان اثبت ان انا اقوى، مستاهل لما انت تقل مني انا امشي كل هدوك، ربنا يوفقك انا امشي، وليه نشتم بعض وليه نهين بعض؟ في كل العلاقات اللي انا كنت دخلتها لما وصلت الحرس سد مشيت 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 مشيت، ما مش عايز اعمل حاجه، شكرا انا همشي، اكبر عقاب ان انا امشي واسيبك، مش عشان انا كويس، لا عشان انت تستاهل احسن مني، وانا مش هو ده ذكي نادي.